المعلمين المعلمة الولاية الشمالية. في البداية التحية لكل المعلمين الشرفاء. الشرفاء فقط. ولما نقول الشرفاء فقط معناته الذين يقبضون على جمر القضية. الذين الآن يعلنون إغلاقهم وإضرابهم ولا يعملون داخل المدارس حتى تتحقق النقاط التي ذكرناها الثمانية أولا. حتى نجعل مبنى هذه الوحدة الضعيف مشابه لبك الخرطوم الجميل. يسقط مدير الوحدة. عشان لما نقول الإنفاق على التعليم يبقى 20%، عشان مبنى هذه الوحدة الآن للسقوط، نتمنى إنه في يوم من الأيام يبقى تشبه بنك الخرطوم الواقف شابك ده. فإحنا نتمنى الحتة دي النقطة الأولى من النقاط. وللناس اللي بتقول المطالب سياسية، لو المطالب السياسية منها رفع الإنفاق على التعليم فكلنا سياسيون ونفخر بذلك. الذي يقول ويريد أن يدخل المعلمين في نقاط هي ليست منهم، نقول لهم أولا عندما طالب المعلم بحقه عشان يبقى عنده حق يخفيه حتى الكفاف، ليس المال الذي يغنيه، وإنما المعلم يعمل في ظروف صعبة جدا. هل تعلموا إن المعلم الآن الحد الأدنى من الأجور 12,000؟ هل تعلم بأن المعلم في الدرجة الأولى يعمل أكثر من 40 سنة بيأخذ 114,000؟ هل تعلم أنه العامل في وزارة التربية والتعليم بيأخذ 17,000؟ الأسر لا تعلم ذلك. فلتعلم اليوم أنه المعلمين لما طالبوا برفع الإنفاق على التعليم ورفع راتب المعلم حتى يستطيع المعلم أن يؤدي دوره داخل المدارس، كيف للمعلم أن يعمل وابنه في البيت لا يستطيع أن يدخل الجامعة لأنه لا يستطيع أن ينفق عليه؟ لا تعليم في وضع أليم، 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 لا تعليم في وضع أليم. أيضا من الرسائل التي أرسلتها لجنة المعلمين وانتزعتها انتزاعا هي معاش المثل. نقول لمدير عام التربية ولكل من هو على مدخل المعاش، عندما تنزل المعاش سوف تأخذ 17,000، ولكن بحمد الله بقوة لجنة المعلمين لما تنزل معاش بتاخذ المرتب اللي كنت بتاخذه وانت معلم داخل المدرسة. لا يعتبر إنجاز.